السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آخر درس في الوحدة الأولى في التاريخ، اللي هو الدرس الخامس، بيتكلم عن ثورتها 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو سنة 2013. طبعا اتكلمنا في الدروس اللي فاتت عن تاريخ مصر الحديث، وعرفنا قد إيه كانت القضية الفلسطينية تشغل تلك الأحداث في مصر، حتى تم عقد معاهدة السلام بين البلاد العربية ومصر، ونتج عنها اللي هو استقرار السياسي والاقتصادي داخل الدولة. النهاردة هنتكلم بقى عن فترة جت على مصر وشهدت فيها تطورات حديثة جدا، ألا وهي ثورة 25 يناير 2011. طبعا هذه الثورة اللي هي ثورة 25 يناير 2011 من الثورات الفريدة في التاريخ والحديث المعاصر. ليه؟ لأن هذه الثورة كانت أول مرة تساهم التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال الحديثة والإنترنت في ثورة من الثورات عبر التاريخ. طبعا الثورة دي استغل الشعب المصري فيها التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال، كمان مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره من المواقع في قيام هذه الثورة التي غطت وشملت كافة أنحاء البلاد. عشان كده اعتبرها المؤرخون من الثورات الفريدة في العالم. طبعا الثورة دي مش كانت وليدة الفترة دي، لا طبعا كان في سبقها أو يسبقها بعض الحركات السياسية الاحتجاجية التي مهدت للقيام بهذه الثورة. طب الحركات السياسية الاحتجاجية اللي كانت موجودة واللي سبقت هذه الثورة واللي مهدت ليها، كان أسبابها إيه؟ اللي هي بقى هنسميها أسباب وعوامل قيام ثورة 25 يناير. إيه اللي خلى الشعب المصري يقوم بهذه الثورة؟ طبعا هناك خمس عوامل ساعدت الشعب المصري على قيام هذه الثورة. أول عامل وهو تدهور الأوضاع الاقتصادية. تدهورت أوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير لعدة أسباب. هو أن الدولة قامت بتطبيق سياسة جديدة تسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادي. طبعا هذه السياسة تم تطبيقها من قبل الدولة دون ضوابط علمية، فأدت هذه السياسة إلى ظهور سياسة جديدة ونظام جديد اسمه نظام الخصخصة. يعني إيه نظام الخصخصة؟ يعني أن تقوم الدولة ببيع مؤسساتها بأقل من سعرها الحقيقي لفئة معينة من رجال الأعمال. طبعا هنا بعض رجال الأعمال استغلوا ان المؤسسات بتاعت الدولة دي مش شغالة كويس، فبدأوا يعرضوها للبيع، فبدأت الدولة تبيع هذه المؤسسات بس مش بأسعارها الحقيقية، بأسعار أقل من سعرها الحقيقي. هنا ده اللي بيسموه نظام الخصخصة. طبعا النظام ده نتج عنه ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب. يعني إيه؟ يعني نظام الخصخصة ده خلى الأسعار مرتفعة، ونظام الخصخصة ده أخرج كثير من العمال كانت شغالة في المؤسسات دي بنظام حاجة اسمها التقاعد المبكر، اللي هي اسمها المعاش المبكر. طبعا الناس دي كانت عندها مسؤوليات كتيرة، أصبحت دلوقتي من غير عمل ومن غير أموال، فانضمت إلى صفة البطالة أو طبقة البطالة أو الناس اللي هم عاطلين عن العمل. فهي طبعا الوقفات الاحتجاجية دي بسبب هذا النظام. ده أول سبب وهو تدهور الأوضاع الاقتصادية. تاني سبب وهو سوء الأوضاع الاجتماعية. ما معنى كلمة سوء أوضاع اجتماعية؟ المجتمع من الداخل أصبح يعاني من حاجات سيئة جدا، ألا وهي زيادة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. دلوقتي الطبقات الغني غني جدا والفقير فقير جدا، والطبقة المتوسطة ما بين هذه الطبقات. طبعا زادت هذه الفوارق، يعني ما عادش فيها عدالة اجتماعية. تاني حاجة هي غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. طبعا مش طبقتها بشكل سليم، فاذا الشعب اصبح يعاني اجتماعيا من الفقر ومن الجهل ومن المرض. تالت حاجة وهو تدهور الاحوال الصحية والخدمية والتعليمية. تدهورت الاحوال الصحية اللي هي المستشفيات والخدمات الصحية، والتعليمية اللي هي المدارس والجامعات وغيرها. أربعة، استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ أن تولى الرئيس مبارك الحكم في أكتوبر عام 1981. طبعا قانون الطوارئ ده كانت بتستخدمه الدولة في الأشياء أو المشاغبات اللي كانت بتحدث داخل الدولة أو في وقوع عمليات إرهابية مثلا.
منذ أن تولى الرئيس مبارك الحكم عام 1981 والقانون ده شغال. طبعا القانون ده كان يطبق في الأوقات الصعبة في الدولة، ولكن تم تطبيقه في كل الأوقات في الدولة، فطبعا القانون ده كان بيظلم كثير من فئات الشعب. 5، تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب سنة 2010. طبعا تزويرها ازاي؟ كان هناك حزب يسمى الحزب الوطني، وهو الحزب ده هو كان المسيطر على سياسة الدولة، قام بتزوير هذه الانتخابات بحيث ان نجح 97% من انتخابات مجلس الشعب سنة 2010 تبع هذا الحزب، وبذلك اصبح المجلس يخلو تماما من المعارضة، او اصبحت هناك معارضة وطنية لا تذكر. يعني ايه لا تذكر؟ نسبتها قليلة جدا، 3% بس، والباقي هو تبع الحزب السياسي الحاكم للدولة اللي هو الحزب الوطني. طبعا الاسباب دي كلها جعلت الشعب المصري في حالة من الثورة، من الغليان، رافضين هذا الظلم، هذا الفساد. طيب بدأت احداث الثورة دي عندما اختار الشباب يوم 25 يناير بداية للاحتجاج والتظاهر السلمي. طبعا ده الاحداث بتاعتها، بدأوا يتخذوا من الميادين العامة هو مكان الالتقاء لهؤلاء الشباب، يعني يتكلموا مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، يا جماعة هنتجمع في ميدان القاهرة يوم كذا الساعة كذا عشان نقدم اعتراضاتنا ومظاهرات. طبعا اتخذوا بعض الميادين المهمة جدا، مش في القاهرة بس ولكن في كل محافظات مصر، يعني القاهرة ده أخذوا ميدان التحرير والأسكندرية والسويس والمنصورة وغيرها من أماكن التظاهر. طبعا بدأت المظاهرات سلمية جدا، استمرت هذه الثورة لمدة 18 يوم نعبر فيها عن مطالبنا بأشكال وصور مختلفة. ولكن في هذه الثورة حدثت أشياء خطيرة للغاية، وهي 1، الاضطراب الأمني الشديد. الاضطراب الأمني اللي هو عدم قيام رجال الشرطة بدورهم الفعال في حماية المواطنين وحماية الدولة. طيب إيه اللي المجتمع المصري هيواجه المشكلة دي ازاي؟ قام المجتمع المصري بمواجهة هذه المشكلة بتكوين ما عرف باللجان الشعبية، واللجان الشعبية ده اللي كانت موجودة في شوارعنا وحاراتنا وميادنا للهدف من حماية المنشآت والمناطق المحيطة بها ومواجهة أعمال السرقة والحرق والتروية، اللي هو احنا بالظبط كده بنجمع أهالي الشارع نقعد نحمي بيوتنا، نحمي أموالنا، نحمي المناطق المحيطة بنا، نواجه البلطجية والحرامية واللي كانوا بيسرقوا ويحرقوا ويخوفوا الناس. ده اللي عمله الشعب بسبب الاضطراب الأمني اللي حصل في الدولة. كمان بدأت القوات المسلحة تؤدي دورها في حماية الشعب المصري، حيث نزلت القوات المسلحة وقامت بحماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، المحافظة على أمن المواطنين، المحافظة على أمن المواطنين. طبعا النظام اللي كان موجود في الفترة دي هو نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حاول ان هو يمتص حماس الجماهير الغضبانة الساخطة بتحقيق بعض المطالب، فاجرى بعض التغييرات على اساس ان هذه التغييرات هتعطي يعني استقرار شوية للدولة. طب ايه هي التغييرات اللي عملها او الحاجات اللي هو قام بيها؟ قال لي مثلا تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية نائب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة، نشكل حكومة جديدة ونائب الرئيس يقدر ان هو يقف مكانه في عدم وجوده. هذه التغييرات بقى اللي عملها النظام بتاع الرئيس محمد حسني مبارك لم يمنع استمرار المظاهرات، حس ان الشعب كده برضو مش موافقين عليها، وفضل الشعب مطالبا باسقاط هذا النظام ويمشي كمان من الحكم لانه هو سبب في هذه الثورة. طبعا انتهت الثورة بتخلي الرئيس الاسبق مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير 2011، وتم تسليم إدارة الدولة وإدارة شؤون هذه البلاد لحاجة اسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخرجت جميع طوائف الشعب والملايين من الجماهير تحتفل بهذا الحدث لأنهم قضوا على نظام سبب لهم غضب وفساد وظلم، وأثبتوا أحقيتهم وإصرار الشعب المصري على إن هو يحمي وطنه ويحمي بلده. طيب أثبتت أحداث وقاع الثورة أن الجيش المصري هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لنظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. يعني القوات المسلحة لما نزلت تساعدنا، مش نزلت تخوفنا، مش نزلت ترهبنا، مش نزلت إن هي تقضي علينا، لا ده احنا أفراد من وطن واحد، فبدأت هذه القوات تساعدنا. مرت الفترة وبدأت أحوال البلاد تسوء أيضا. طيب تسوء إزاي؟
جاء بعد عزل النظام الحاكم للرئيس محمد حسني مبارك أجريت انتخابات وفاز فيها مرشح يسمى مرشح حزب الحرية والعدالة اللي هو الرئيس محمد مرسي. ولكن في الفترة اللي بدأ يحكم فيها هذا الرجل مصر ساءت الأوضاع جدا داخل الوطن. طيب لما ساءت هذه الأوضاع كان لابد من الشعب المصري أن يغير هذه الأوضاع مرة ثانية، فحدثت ثورة جديدة تسمى بثورة 30 يونيو سنة 2013. ثورة 30 يونيو 2013 بولي هذه الثورة كانت مقدماتها هو أن نتيجة فوز مرشح حزب الحرية والعدالة الرئيس محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، وأن السياسة اللي أحطها أو وضعها من أجل تصليح أوضاع الدولة لم تأتي بحلول لغالبية الشعب، وخاصة عدم تحقيق عدالة اجتماعية واستمرار أحوال اقتصادية سيئة، كان لابد أن القوات المسلحة والشعب المصري يتدخلوا لإصلاح هذه الأوضاع. فبدأت أحداث هذه الثورة عندما قامت القوات المسلحة نتيجة تطور الأحداث وحفاظا على الأمن العام للدولة أعلنت في يوم 23 يونيو 2013 بيانا توضح فيه أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القوات المسلحة اصدرت بيان يوم 23 يونيو بتقول فيها ان الشعب او ان المسألة الوطنية لابد ان القوات المسلحة تتدخل فيها، وخاصة ان الشعب انقسم الى مؤيد ومعارض، مؤيد للرئيس محمد مرسي ومعارض له ايضا. طبعا المعارضة والمؤيدين بدأت تحصل ما بينهم صراعات واقتتال، فخافت القوات المسلحة ان مصر يعني توقع نفسها في نفق مظلم من الصراع والفتنة ما بين الاثنين، فقامت بإصدار هذا البيان. وفي هذا البيان طلبت من الفريق المؤيد والفريق المعارض هو وجود صيغة للتفاهم وتوافق ومصالح ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبه. الكلام ده لمدة أسبوع، يعني تقعدوا مع بعض وتتفاهموا مع بعض لمدة أسبوع عشان نطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي. طبعا مؤيدين للرئيس محمد مرسي رفضوا تماما ما طلبه المعارضة، والمعارضة طلبت إجراء انتخابات رئاسية جديدة وإن محمد مرسي يسيب الحكم ويمشي. ده المعارضة طلبة كده. طبعا على عكس المؤيدين رفضوا هذا الحوار تماما، حتى ان الرئيس محمد مرسي حاول ان هو يدعو المعارضة للحوار ولكن المعارضة رفضت. وهنا نزل الشعب مرة ثانية في جموع هائلة للميادين مرة اخرى في ثورة جديدة تسمى بثورة 30 يونيو 2013. ليه؟ للتعبير عن رأيهم في التغيير اللي المفروض يحصل. نتج عن هذه الثورة في نهاية الامر ان تم عزل محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، وتم تسليم سلطة مصر الى احد المستشارين الكبار جدا والسلطة الاستشارية الكبيرة جدا في مصر، وهو المستشار عدلي منصور، وده كان يعمل رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذلك الوقت. طبعا احنا سلمنا له السلطة لغاية ما نعمل انتخابات جديدة ونعدل الدستور الجديد لمصر اللي حطه سنة 2012، وتم اصدار دستور جديد في يناير عام 2014، وتم بعد اصدار هذا الدستور اجراء انتخابات رئاسية، واللي فاز فيها مرشح الوطن وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن خلال الخطوة دي اصبحت مصر تعيش فترة جديدة من التاريخ يتطلع فيها شعبها لتحقيق طموحات كبيرة في تطبيق الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء والتقدم والتنمية. وبكده يقدر ان الشعب المصري يحافظ على دولته ويقضي على الفساد اللي كان موجود في فترة من الفترات، واحداث تاريخية جديدة وموجودة عاشها الشعب المصري، وكانت منظر لكثير من الامور والاحداث في مصر في تلك الفترة. شكرا.